كثير من الناس يسأل عن صلاة ركعتين. نعم في أنا كنت أسألك فيها. في هل الركعتان سنة للإحرام؟ قال بعض أهل العلم إن صلاة ركعتين سنة للإحرام، لكن الذي عليه ظاهر عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه لا يخص الإحرام بركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد فريضة، ولذلك من جاء إلى الميقات وافق صلاة ظهر أو عصر، السنة أن يحرم بعد الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في ذي الحليفة ثم أهل بالإحرام لبيك اللهم لبيك. وأما إذا لم يكن يوافق صلاة، فإن صلى مثلا سنة الوضوء أو سنة الضحى أو سنة من السنن فلا بأس ويحرم بعدها، لكن إذا كان ليس ثمة سنة ما هو وقت صلاة فهنا ليس للإحرام سنة، خاصة على الراجح من قولي العلماء. وبالتالي إذا تهيأ وركب دابته يقول لبيك اللهم لبيك أو لبيك عمرة، ويدخل في النسك ويكون قد أحرم بعد فراغه من التهيؤ.